مشاهدينا، ينضم معنا نائب السابق والقيادي في تحالف العزم الأستاذ حيدر الملا. أستاذ حيدر، حياك الله، أهلا بك معنا في نشرتنا الرئيسة، ونثمن لك قبول دعوة الحوار. أبدأ معك من إمكانية حسم رئاسة البرلمان في ظل الحديث عن مواصلة البحث عن تفاهمات حول الأسماء المطروحة، ما إمكانية إنهاء هذا الموضوع أستاذ حيدر؟ شكرا جزيلا، تحية لحضرتك. كما هو معلوم اليوم الرئاسة الوقتية الأستاذ محسن المندلاوي أرسل أو أصدر تعميم في أن تكون جلسة السبت القادم في الساعة 3:00 موعدا لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب. هذا الملف تأخر حسمه، كما تعلمون كانت مجلس النواب في عطلة فصل تشريعي، استحقاق انتخابات مجالس المحافظات، انشغال أغلب الأعمال من الكتل السياسية في هذا الاستحقاق أخر حسم مثل هذا الملف. ولذلك أنا أعتقد جلسة السبت ستكون حاسمة، وسيترشح عنها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب إن شاء الله. نعم سيد حيدر، دعني أرحب بك مرة أخرى. نواب استبعدوا عقد الجلسة، ومن الممكن أن تتأجل، وذلك بسبب أن الضبابية ما زالت تخيم على الأسماء. هل من توافق غير معلن لحد هذه اللحظة؟ يعني لا أعتقد أكو ضبابية حول قضية الأسماء. كما تعلمون الكتل السياسية السنية قد حسمت أمرها بتقديم المرشحين. تحالف العزم منذ مدة أرسل مرشحه إلى بقية القوى السياسية، في واعني بها الفاعل السياسي الشيعي والكردي، وهو الدكتور محمود المشداني. كذلك تحالف يعني القيادة أو حزب تقدم وحزب السيادة اللي يمثله خميس الخنجر أرسلوا يعني مجموعة من الأسماء، أبرزها السيد سالم العيساوي والنائب شعلان الكريم. ولذلك الأسماء قد قدمت. الإجراء المتبع دستوريا في جلسة السبت سيفتح باب الترشيح السيد محسن المندلاوي، وهو حق ل 329 نائب، أي نائب من حقه أن يقدم الترشيح. ولكن أقول بواقعية الأسماء التي ستنافس هي اسمين فقط لا ثالث لهما، وهذا ما ستفرزه جلسة السبت القادم، وهو الدكتور محمود المشهداني مرشح العزم، والسيد سالم العيساوي مرشح القيادة أو ما يعرف بالحزب تقدم والسيادة. طيب يعني أستاذ حيدر، أنت يعني بهذين الترشيحين استبعدت أستاذ السيد شعلان الكريم، يعني هل هناك تحذيرات من قبول مرشحي حزب تقدم لأنهم قد يكونوا بمثابة موظفين لدى الحلبوسي الذي حرف مسار البرلمان في السابق؟ يعني شوف، خليني أقول بكل واقعية، العديد من الأسماء المحترمة اللي موجودة في حزب تقدم، ولكن فعلا اليوم هنالك مخاوف حقيقية في أن يستمر تأثير محمد الحلبوسي على أي شخصية ممكن أن تأتي من حزب تقدم. وهنا أتكلم عن ما تحدثت به المحكمة الاتحادية، يعني واضح اليوم محمد الحلبوسي قد أخضع كتلته النيابية لتواقيع على بياض أو استقالات مسبقة، ولذلك من الخطورة بمكان أن يتم اختيار شخصية من شخصيات حزب تقدم، لنكتشف بعد فترة أو يتم الطعن بصحة عضويته بعد فترة إذا ما كان قد أعطى مثل هذه الشكوك على بياض أو الأوراق على بياض أو الاستقالات المسبقة. من هذا المنطلق الأغلب العام من الكتل السياسية ذات الأغلبية العددية البرلمانية تستبعد أو نستبعد تفاعلها مع أي مرشح من مرشحي حزب تقدم. طيب سيد حيدر، قلت المنافسة ستكون محصورة بين مرشح العزم الدكتور محمود المشهداني وسيد سالم العيساوي. وهذا راح يجرني إلى السؤال، من الأقرب بين هذين الشخصين؟ من الأقرب بين أستاذ السيد سالم العيساوي وأيضا الدكتور محمود المشهداني؟ أنتم برأيكم بصفتك أنت أقرب منا للمشهد، من الأقرب؟ كلا
كلاهما يحظى بدعم وتأييد الأغلب العام للكتلة السياسية بكل صراحة. كتحالف العزم أكيدين، يعني اليوم كل حراكنا السياسي هو لدعم الدكتور محمود المشهداني، لا خلاف في ذلك. السيد سالم العيساوي أيضا لديه مقبولية ولديه تفاهمات مع بقية الكتل السياسية، ومثل ما يقولون اثنيناتهم وكلاهما خير وبركة. الدكتور محمود المشهداني بما ملكه من خبرة وحنكة سياسية، بما يكون من قدرة على إدارة البرلمان، أيضا لديه علاقات جيدة مع الأغلب العام من الكتل السياسية. رئيس مجلس النواب يجب أن يحظى بهذه التفاهمات الداخلية الإقليمية الدولية حتى يستطيع أن يدير المجلس ويفعل الكثير من الملفات التي كانت معطلة في زمن الحلبوسي. كما تعلم اليوم حضرتك أكو برنامج حكومي تحتاج تكامل مع الحكومة، قانون العفو العام قد تم تعطيله من قبل السيد الحلبوسي، تعديل قانون المساءلة والعدالة تم تعطيله من قبل السيد محمد الحلبوسي، قانون 72 الخاص بحجز العقارات، سلم رواتب الموظفين وتحقيق عدالة اجتماعية بين الموظفي الدولة العراقية أيضا تم تعطيله من قبل السيد محمد الحلبوسي، ولذلك العديد من الاستحقاقات تنتظر رئيس مجلس النواب القادم، ومثل هذه الاستحقاقات تحتاج لرئيس مجلس النواب في أن تكون لديه علاقات وصلات وتفاهمات مع الكتل السياسية. من هذا المنطلق نعتقد أن الدكتور محمود المشهداني يستطيع أن يلعب مثل هذا الدور. كذلك السيد محمد سالم العيساوي هذه يعني لديه خبرة باعتباره نائب لثلاث دورات متعاقبة، أيضا لديه مثل هذه الصلات مع الكتل السياسية، أحداث الأنبار وتداعيات الأنبار واستحواذ حزب تقدم على مقدرات هذه المحافظة أيضا تعطي يعني نوع من الرصيد أو الكريدت السياسي إلى سالم العيساوي حتى يستطيع تصفية أو إعادة هذه المحافظة المهمة إلى وضعها الطبيعي ومعالجة كل التصدعات وملفات الفساد فيها. ولذلك أقول كلا الشخصيتان لديهما فرصة حقيقية في الفوز في منصب رئاسة مجلس النواب بعد المخلوع محمد الحلبوسي. طيب سيد حيدر، هناك سؤال يدور في الأذهان، هل ستكون رئاسة البرلمان ضمن صفقة لتشكيل الحكومات المحلية وما التداعيات؟ لا أعتقد، يعني ليس للحكومات المحلية دخل بمثل هذا الموضوع. كما تعلمين حضرتك أصلا النتائج بعدها لحد الآن غير مصادق عليها، وحسم رئاسة مجلس النواب ستتم يعني بعد 48 ساعة، فأقل من 48 ساعة، يعني لا توجد عملية ترابطية. ممكن كان محمد الحلبوسي يعول على استخدام يعني الورقة مجالس المحافظات كورقة تفاوضية لإبقاء يتنفس في الحياة السياسية، لأن يتفاوض عليها في مقابل مقعد رئاسة مجلس النواب. ولكن كما تعلمون الحلبوسي خسر ورقة مهمة انتخابيا ألا وهي ورقة بغداد، يعني عندما كان يتحدث عن الطلبات التي أو الدعاوى التي أقيمت حول حزب تقدم كان يتحدث أنه يعني سنة بغداد وين راح يروحون إذا حل حزب تقدم. جاءت نتائج الانتخابات لتثبت يعني هذا التصور الخاطئ الذي حاول أن يدلس أو يغش أبناء الشعب العراقي، وبالنتيجة 19 أو 20 مقعد سني في بغداد، حصة الحلبوسي من عدة 8 فقط، 12 البقية ذهبت إلى العزم وإلى السيادة وإلى الحسم. بمعنى آخر ما اصلا ما عاد يعني كل الشركاء في تحالف اداره الدوله يعتقدون اصلا او سيسمحون لمحمد الحلبوسي في ان يشترك بحكومه بغداد، لديهم العدد والنصاب الكامل لتشكيل حكومه بغداد على مستوى المحافظ ونواب المحافظ وبقيه الهيئات والدوائر المرتبطه بمحافظه بغداد. هذا الذي دعاني اقول لن بكل تاكيد لن تدخل عمليه اختيار رئيس لمجلس النواب في معادله او حسابات او صفقه سياسية لتشكيل الحكومات المحلية. طيب يعني سؤال أخير سيد حيدر، كان هناك حديث بأن أنه من الممكن بأن يلجأ الحلبوسي إلى خيار إعطاء محافظة من المحافظات أو رئاسة مجلس محافظة خلينا نقول، مقابل بأنه يتحصل على مجلس رئاسة على رئاسة البرلمان منصب الرئيس. يعني فاقد الشيء لا يعطيه،
هو ما عنده محافظة حتى يستطيع أن يعطيها، كما أسلفت يعني كان يعول على أن يكون لديه رصيد في بغداد يتيح له مثل هذا اللي تفضلت به حضرتك، لكن ما عاد عنده. يعني الحلبوشي اليوم قلت لك في بغداد هو 8 من 19، في ديالة لديه مقعدين فقط، في صلاح الدين لديه مقعد فقط، في الموصل لديه مقعدين فقط، فليس لديه رصيد انتخابي يتيح له الدخول بصفقة أو مقايضة سياسية. ولذلك قلت رئاسة مجلس النواب ستبتعد عن تأثيرات الحلبوشي أو محاولات لعب على التناقضات بغية مقايضة محافظة على حساب مقعد رئاسة مجلس النواب. وكرر مرة ثانية جلسة السبت سيترشح عنها انتخاب جديد لرئاسة مجلس النواب، والمنافسة محصورة بين مرشح العزم الدكتور محمود المشداني الذي نتمنى له الفوز، وبين السيد سالم العيساوي مرشح القيادة. نعم، القيادي في تحالف العزم سيد حيدر الملا، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.